عايز اقول لك يا باشا ان هي دي اصلا الحتة اللي خلتني اشتري يعني اللوت ده، اللي هو اللون بتاعها فريد جدا، فاهم؟ ما علينا. وبصراحة كنت سعيد بيها جدا لغاية اللحظة دي، لان هي صوتها ممتاز، واللي هو صوتها ممتاز، واللي هو بتعمل دوشة جامدة. however بس دلوقتي انا بعمل الفيديو عشانك، هي دي اللي فيها اللحام باي ذا واي. اكتشفت بقى ان هي فيها يعني هي فيها كسر وشكله ملحوم قبل كده، فاديني رأيك. انا كنتش واخد بالي ان هو يعني انتنس او ان هو كسر، بس هو المسمار ده هو فتح المسمار دوت، وبعدين يعني زي ما يكون كان في حد ربطه، يعني دي شكلها زي ما يكون فتلة، صح ولا ايه؟ والشرخ طبعا ماشي لتحت، بلس من فوق حتى، يعني الناحية دي حاجة والناحية التانية دي حاجة. بس وأخيرا وليس أخيرا، هي بقى لو حبيت تفتحها نطر تقوم محملة على طول ايه على المسمار ده، يعني تقعد تشرخ فيه سنة بسنة لغاية لما في الآخر هيتكسر. هو اتكسر اصلا خلاص يعني، بس هو ايه هيتفرتك يعني هيتفرتك. بس الظهر بتاعها ممتاز يعني، مش عارف، هو ناشف كده وتحسه سميك، تحسه يعني تحسه حلو يعني. بس انا دلوقتي بعد الكلام اللي قلته لك ده، انا متهيالي ان الريفت دي اكيد 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 متغيره، لان هو عشان يلحم اللحام دوت اللي هو اللي هنا ده، مظنش ان هو بيلحمه وهي على المطوه يعني، اكيد بيخلعه بس كده. فده يعني اللي انا شايفه هنا في المطوه دي، وحزنان بصراحه يعني. لو عارف اصلحها واخليها، لان دي كنت عايز اخلي دي يعني، لو عارف اصلحها بحيث ان اقدر كل شويه امسكها كده انطرها من غير ما تبوظ اللحام، يبقى هايل. غير كده مش عارف اعمل فيها ايه قوي. بس اجن ريفيو سريعا بقى، هو برضو السلاح زي اختها، اللي هو معقول جدا بالنسبة لان هو مسنون مش متصنفر او ان هو لسه شايل اللوجو. بالعكس هو ده اقل لوجو بارز فيهم، بس الملفت الخطوط اللي نازلة من فوق لتحت دي ايه يا ترى؟ مش عارف. وبس ده الارض الجمل يا جماعة، عنده حتى شقرة هنا، خدت بالك انت ازاي؟